إليكم هذا البيان الذي يحمل الرقم 62 عن الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا لهذا اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، وهي كالتالي: 47 عينة تم فحصها، واحد إصابة جديدة سجلت في إقليم سيلا، واحد حالة شفاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 721، صفر حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 74، 59 حالات مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 مارس 2020 854 حالة، من بينها 227 امرأة، والأقاليم المصابة هي انجمينة 757، البطحة 6 حالات، شاري باجرمي حالة، اندي الشرق حالة، جراء 17 حالة، كانم 18 حالة، البحيرة 5 حالات، لوغون الغربي 12 حالة، لوغون الشرقي 8 حالات، مندول حالة واحدة، مايوكبي شرق 3 حالات، شاري الأوسط 11 حالة، سلا حالتان، والداي 6 حالات، وادي فيرة 6 حالات. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للمزيد من الالتزام والتحلي بروح المسؤولية من أجل إيقاف انتشار الوباء، كما تناشد الجميع على ضرورة احترام القرارات والإرشادات الصحية. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شواء أوشمي.